يحيى احمد عبد الحكيم عبد الجيد. ايوه. شغال نقاش وكنت شغال وضحت، عملت عمليه في ظهري، مركب شعيره في المسامير، وما زلت تعبان ولي عمليه تاني في ظهري. عامل عمليتين. عامل عمليتين في ظهري وما زلت ولي، ما زلت برضه ان انا هعمل عمليه تاني بجري على اساس ان انا كنت اعملها، وعامل عمليه في ركبتي مرتين برضه مركب فيها مسامير. وقدمت في تكافل وكرامه بدل المره 10، قدمت مرتين واترفضت، وتالت مره قدمتها بعتوني عملت كشف طبي في جبين وما فيش فايده لحد دلوقتي. بقى لي 8 اشهر مقدم الورق ما هبطش لحد دلوقتي. قدمت في شغل في كذا اكثر من شغلانه ما فيش حاجه جت. زي ايه مثلا؟ يعني اخر حاجه مقدم في السكه الحديد من 3 اشهر. ايه سبب الرفض؟ السبب الرفض قال لك انت معاق، عندك اعاقه اللي هي الشراح المسامير. تمام. طب نفسك في ايه؟ انا نفسي اشتغل، نفسي الاقي حاجه اصرف منها على بيتي وعلى عيالي، مش فيش اكتر من كده، لان انا ماليش دخل. وما زلنا النهارده تعبان، ولا بقدر اشتغل ولا بقدر اتحرك ولا بقدر اروح ولا بقدر اجي. حضرتك كنت شغال نقاش، ايه سبب ان انت حضرتك بطلت؟ تمام. ازمه كورونا اثرت في حضرتك؟ ده اكيد اثرت ودانتني كتير. حوالي كام؟ ما كانش في شغل، ما فيش حركه، ما فيش اجيب منين. طب بالنسبه حضرتك كنت بتكلمني على البيت. هو ده البيت اللي انا قاعد فيه. طيب. زي ما انت شايفه احنا 4 اخوات قاعدين كل واحد قاعد في الشارع. طيب. حضرتك شفتي كده بالظبط. البيت تبع الاوقاف؟ تبع هيئه الاوقاف المصريه. ايجار قد ايه؟ احنا بندفع للبيت دوت ايجار 1600 جنيه غير الارض. الايجارات الارض بيحاسبونا عليه ب 400 جنيه. وطبعا اللي ما بيدفعش بيتحجز عليه وبيروح النيابه العسكريه. ودي امان. فطبعا متبهدلين بهدله ما يعلم بالله ربنا، وجرينا ان احنا نملك مش عارفين نملك. كله يقول لك لا ده تبع هيئه الاوقاف ما ينفعش تمليك. وما فيش زي ما انت حضرتك شفتي، ادي حالنا على الطبيعه. بتناشد اي حد من المسؤولين؟ اناشد الدنيا بحالها. بناشد الدنيا بحالها. ناشد من اول محافظ لرئيس الجمهوريه. السنه اللي فاتت في المطره حالنا كله ببهدل، وقعدنا ننشل الميه، وزي ما انت شايفه كده ادي الطبيعه ما فيهاش تغير. طب لما حصل المطر عملتوا ايه؟ رحنا عملنا محضر في النقطه، وقال لك لا ده ارض هيئه الاوقاف ما نقدرش نديك فيها اي تصريح ولا اي تعديل. يعني ما قعدتوا فين؟ قعدنا في المطر؟ في المكان. ما لناش مكان غير كده.